سيدا حريه كبيدة يسيناي او دولت غوبالات كسوماليات بوندلاند يكو يبسي لعاكو دولواتن مليان كدبنا كدرتي مالغلينت مشروع اسمها دكادة غراعت وهانتي قود او او دحاي سادات كسوماليات وحانا مسؤول كاه دولت فدرال كا غوبال يدقم والبا حقا جينتا مامول كانتي دا قود اي دولت دا هوبينتا وافقسنان تشروع دا سوماليا اي دمان هشيسي دا او دحايا دولت دا فدرال كا سوماليا اي شركلاح ششايها اه هوبينتا وافقسنان تشروع دا سوماليا اي دمان هشيسي دا او دحايا هي اذاها اي شركلاح ودنيقا اه هي اذاها دولت دا سوماليا اي شركلاح ودنيقا اه اي سوماليات فولينتا يتلوي فولينتا تلوين كهانت دوريستا اكوسو بحي وربحينتا هانت دوركا سند ماليات كده معضي لبكون لباتنيو لبو سوا فقسن قضبكا طبانيو كوات شرعيقا مارينت ماليات دقود شرع لنبر تضبيو طبان سوا بحيشن لباتنك ديزمبر لبكون سقالي طبان واجب كهانت دورك جودة قرن كوحكم إذا إنه سمايو هانت دوريس مدح بنان سلو إلى ليو هانت ذا قرن ك هي إنه بحيو تلوين ك لجوحو جنيو إسلا حساب تن ك ده فرنانتا هي هفنانتا نظام كمام الكمالية دا دولة دا سوى فخصا قضى بذا لحد يتضباط شرع لمبر صدني عفر أفريا تونك أبريل كوني سيقال بغول تدواتن يلابو واجب كحفيز كهانتلور كقودة قرن كوحاكم إذا هو بنتا إن هانتدا قرن كلو قرش غريي أما اللو بيحي يسيوا فاقسان شرعيقا مارين تمالية دو قود إيا مبدأ بيخامين تدقالها سيوا فاقسان قضب كتوان يكوبات شرع لنبر تضبيو طوان شرع لواتن كديزمبر لواكون سيقال يطوان واجب ك hanti dowrka guuda qaranka waxa kamida inuu hubiyo habsami socodka maaliyadda waafaqsanaanteeda sharciga ilaalinta bii'adda iyo macluumaadka teknoolojiyadda hawlaha hubinta tayada iyo inuu dabagal ku sameeyo dhammaan hay'adaha dawladda hay'adaha madaxa banaan ee gacanta ku haya hanti dawladdu leedahay أما بحية أديك عام أه أو كم إذا أديك يدا جودة الدولة دا مشاريع إذا شركة ده الدولة دا إيو هي أدول با أو قوندو كله ميسانية دا قرنكا لغا كابو أما كالمو كهش معاولوين كدولة دا وحكالي أو كم إذا واجبات كيسا ديوان جلينتا دامان شرعية دا هشيسية دا ديوان جلينتا وارنتيسكا فالحية طبان هانتي دا قورتا دا إيا ما قورتا دا إيا داقاها دولة دو هشو شان إنو إلااليو إسلامركان هوبيو دوريستا إيا كوداقن كشارعيغا مامول كماليادة إيا ميسانيادة دولة دا إساقا أو وضاشاقين كلايا لان إيا لنعيا دا أرنما هاسي قسيان سيكور لوغو قادو لون حوجيو حرفت ده هانت دوريستا إيا مامولكا مالييادا باريطانا ده دامان هولاها لحرير دخليغا قرشكا لولالكا إيا قودهان هانت ده دولاد ده قورتا إيا مقورتابا لح سوا فاقسان قضب كشانيا صدنات شرعيغا مارين تماليياد ده قود حافيسكا هانت دوركا قوده قرنكا أيا ديوان جلين يا دامان هشيسيادا أي هي أذاها دولادو درفا كيهين هشيسيادا أن لغا ديوان جلين هانت دوركا أي هي أذاها دولادو درفا كيهين أما أي غلان واجبين إيكو حاد قودو بشارعيغا مارين تماليادو قود إيا شارعيغا هانت دوركا قودي قرنك سوا فاقسان قضبكا سودني سيديداد شارعيغا مارين تماليادو قود فرقادها أفراد يشانات هي أذاها أن دوليغا أهين أي فوليا مشاريع ذا mid horo marinaad iyo mid bani aadminimo ee laga maalgeliyo lacagta dawladda ayna ku jirto lacagta deeq bixiyayaasha
وحا مسؤوليادا لغولا حسابتاما يا سرقالك إدمان إهي أداس لامان هشيسيادا دايقاها لامان هشيسيادا دايقاها هاي أداها دولادا دولاد غوالياديادا إيهي أداها غنعسيقا إيه دولادا وإن لغا ديوان جيليا حفيسكا هانتي دورها قودة قرنكا هير فدرال إيهير كحفيسكا هانتي دوركا دولاد غوالياديادا حبناها كاها دولادا فدرالك سوى فخصن قلب كأفراد شرع اللامبر تضبيه التوبان شاني لواتن ديزمبر لواكم سيقالي التوبان لامان دخلية الدولاد دا لغا قبتو أديقية دا أي بحيسو الدولاد دو هشيسية دا كيرة دا لفوداق إيا لامان دخلية دا لغو قبتو مقع دولاد دا وحا لغو سو حرين يا لغان معمولة يا صندوق مدايسان قرنك دخلية الدولاد دا فدرالك وحا كوچرا لامان لعقاها اي قبطان هاي اداها الدولاد دا كنا يماذا كنا يماذا عنشور كستا او اي كجران عنشور تا دخلقا معاشكا بادي عداها اي اديقيادا قنعسيقا عالميقا اي معامل اي دافسيكا لأو مالياديد او كو يماذا مقا عددك اي دولاد دا سو مالياد حدبا وربحنت او غانسنانت شرعيغا او حفيز كانت دورك قودة قران كسو ساري سدح يا لواتن لواكن لواتن يسدح كنا ساب سنيد لواكن لواتن يلاو وحالوغو حسي اين لولال يا دسميال دولدهد او تردودو دان تهي افر بقول سدن يلح او ايليهين هاي اذاها لباري سند كاس او احاشاني تمن هاي اذود ay kama qan yihiin gacanta iyo maamulka hay'adaha dawladda ayna ku jiraan gacanta shirkado ururo iyo shakhsiyaad caadi ah si hadaba looga baaqsado halis iyo qatar ku timaada dakhliga dawladda heshiisyada dheef wadaaga wadani iyo caalami canshuuraha ganaaxyada iyo kirooyinka iyo guud ahaan hantida qaranka loogana fogaado سيحون أما مريد بحنت هشيسية دا أديق الدولاد دا حفيسك هانت دورك قود قرنك وحا أوفريا لمان هي أده الدولاد دا فدرالك أوكا كوبان لحذن إيساقال هي أدود أوكو جرا قوند دا ميسانية دا أو أنسيحية بارلمانك فدرالك سيدان سو سعطة كو هي أدكستا أوكامي دا هي أده الدولاد دا وإن يهو بيسو إن شركتها هي أداها جار كلولية هي هي شخصيات كعادية أه هي هانتي دولة دولة هي أما بحية أديك عام أه أو حرير لاله دولة ده إن هي شيس رسمي أه كل جيران شركتها هاس هي شركتها هاسي هي أدا أصلهان دولة ده وكيل كأوجا أه أديك جاس جود أما هانتي ده لابو شركتها إيه أوراد جارك اللولية هاي هي شخصيات كعادية أه إيه معمولة أما جعنتكو هاي هانتي أي دولة دولة هاي أما أديك أي دولة دبحنتي سمسول كت هاي أما أي كل هذا هاي كرجوتين سيدا أديك يدا وحبرش هذا مادة إيه الديني قال لبضبة عافيماتك بيها كرنتها جديدك سفرك تلحيسك adeegyada bangiga iyo dhaqaalaha dhoofinta iyo soo dejinta shirkadaha gaarka ah ee bixiya adeegyada amniga isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada fanka iyo suugaanta ciyaaraha iyo dhaqanka xiriirka caalamiga ah cilmi baarista ururada iyo xafiisyada sharciga iyo qaanuunka dhammaan shirkadaha iyo ururada gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka ka ganacsada معمولا اما كلوك تله ادهيه داس وا اني هي اد الدولاد او قابلسن ادهيه داس كولا جيران هشيس رسمي اه او اوغولانيا بخينتا اي ماموليد ادهيه داس اسلام مركانا سينيا هي اد الدولاد كور جوجتين نظامسن وانا ان هشيس جداسي كديوان غشن يهين اما لغا ديوان غليو حفيسكا هانتلوركا غودي قرنك صدح دمان شركدها اي اورورادا فايده دونكا اه ama u qaabaysan nidaamka ganacsiga waa inay ruqsad ganacsi ka haystaan wasaaradda ganacsiga ee dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana
labada heer ee dawladda ay kula jiraan wasaaradahooda heshiisyo rasmi ah hay'adaha dawladduna ay ka diiwaan gashan yihiin heshiisyadoodu xafiisyada hanti dhowrka guud ee qaranka heer federaal iyo heer dawlad goboleed hadba heerka heshiisku taagan yahay ama uu ku saabsan yahay afar ururada iyo hay'adaha aan faa'iido doonka ahayn sida samafalka dhaqanka cilmi baarista iyo kuwa lamidka ah mid walba waa inuu heshiis rasmi ah la galo hay'adda qusaysa haddii uu ka howlgalo hanti ama guurto ama ma guurto midii ay tahaba ay dawladdu leedahay ama uu hayo adeeg caam ah oo bixintiisa ay dawladdu mas-uul ka tahay shirkadaha ururada hay'adaha iyo shakhsiyaadka maamula hanti dawladeed ama bixiya adeeg dawladdu bixintiisa ay mas-uul ka tahay ama ay ku leedahay korjoogteyn isaga oo aan heshiis rasmi ah kula jirin hay'adda dawladda u qaabilsan ama ugu xil saaran adeeggaas waa inay la xiriiraan hay'adda dawladda u qaabilsan adeegga ay bixiyaan ama asal ahaan dawladda u qaabilsan hantida guud ay maamulaan oo ay ku jiraan kumetelidda dawladda Soomaaliya ee golayaasha kala geedisan ee adduunka ganacsi walba oo gaar loo leeyahay oo asalka maalgelintiisa ay qayb ka tahay hanti maguurto ah oo ay dawladdu leedahay ama lagu daray dakhli ama lacag caddaan ah oo ka soo baxday hanti qaran oo la iibiyey ama la kireeyey sida tikada garacad oo asalka maalgelinteeda uu qayb ka yahay dakhli ka soo baxay xeryo ka mid ah kuwii ciidanka xoogga dalka ee gobolka mudug sida xeryaha kabidda iyo Sinai oo dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ku iibisay lacag ku dhow 20 milyan kadibna ku dartay maalgelinta mashruuca dhismaha dekedda Garacad. Dakhligaasi waa dakhli guud oo ay wada leeyihiin dadka Soomaaliyeed maadaama ay xeryahaasi ka mid yihiin hantidii dawladda dhexe ka hor qaadashada federaalka sidaas oo kalena ay yihiin xeryihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan hantida caynkaas ah ee dawladda federaalka ah oo maanta dhammaan hantida caynkaas ah ee dawladda federaalka oo maanta ah laba heer waxa ay ka dhaxeysay dhammaan hantida caynkaas ah ee dawladda federaalka ah oo maanta laba heer ah ay ka dhaxashay dawladdii dhexe waa hanti guud oo u dhaxaysa dadka Soomaaliyeed waxaana mas-uul ka ah dawladda federaalka gobol iyo degmo walba oo ay taal hantidaasi dhammaan 69 hay'adood ee dawladda waa inay hubiyaan in shirkadaha iyo shakhsiyaadka haya hanti ay leeyihiin ama maamula bixinta adeeg xiriir la leh ay kula jiraan heshiis rasmi ah ayna heshiiskaas ka diiwaangeliyaan xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka kadib marka ay helaan talada sharci ee xafiiska gareeqaanka guud ee dawladda si waafaqsan qodobka 3aad xeer lambar 18976. toban si waafaqsan xeer nidaamiyaha maaraynta hantida guud hantida danta guud iyo agabka dawladda ee golaha wasiiradu ansixiyey 17 Agoosto 2023 hay'adda dawladdu waa inay warbixin ku saabsan wixii isbeddel burbur ama khasaare ah ee soo gaara hantida danta guud ama agabka dawladda oo ay mas-uulka ka tahay la wadaagto waaxda hantida qaranka iyo xisaabiyaha guud 30 maalin gudahood kadib marka uu dhaco falka saameeyey hantida ama agabka waaxda hantida qaranku waa inay ogeysiisaa xisaabiyaha guud haddii ay jirto wax shuruud ah oo looga baahan yahay in la buuxiyo marka laga tirayo ama laga saarayo agabka la qaarajiyey diiwaanka hantida qaranka wasiirka maaliyadda iyo hantida uraha guud ee qarankana la siiyo ogeysiis si waafaqsan xeer ra'iisul wasaare lambar 47 oo soo baxay 6 Juun 2018 waxaa ka reeban wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda federaalka labada heerba
إن أي سي توس أه إيا سي دادبان أولا غلان هشيز دلال شركادو أما هي أدا ششاية دمان هشيز يدا أي وساردها إيا هي أدا دولد فدرالكا لبادا هير بغيليان أي درفك كيهين دلال شركادو أما هي أدا ششاية وإن لغيه غلاها وزيرادا أي ندمان عرينتا هشيز يداس للا سعودسية وسارد دا الرماها ديبادا heshiisyada ay أي wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dawladdu ee dawladda federaalku la gelayaan shirkado ama hay'ado wadani ah waa in la waafajiyo habraaca ku xusan qodobka 8aad ee xeerka xisaabaadka iyo dhaqaalaha qaranka xeer lambar 2 soo baxay 29ka December 1961 sidaas oo kale سوى فخصن وريكتدا ترسيجيدو يهي أفرطن إيسي ديد كسو بحدي حافيسك رئيس الوزارة الليحي لباطنك نوفمبر لباكون إيا لباطن وإن قلها وسيرهد للاسعودسيو أما للاسعودسيو دامان هشيسيا دا قسايا حانتي دا دولاد شركاد والبا أو هشيس لقليس لبادا هير إيهي أداها دولاد labada heer waxaan u la jeedaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ama ka faa'iideysanaysa adeeg loo qabanayo dowladda ama adeegsanaysa hanti guud oo dowlad ee oo dowladdu leedahay ha ahaato wadani ama shisheeye waa inay u hoggaansanaanta sharciga shirkadaha ganacsiga ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sharci lambar 18 oo soo baxay 26ka December لابكون توباني سغال مهاتساني دين أهو كو دادن شوال كسعود مغا؟ أهو كو دادن أها شوال وأنا أقول لك أن أنا أشتغل في الشركة في الشركة في الشركة في horta ma sheegin shirkad iyo shisheeye halkaas kuma sheegin meeshaas meel kale aan ku sheegay malaha waxaan sheegay in laba xero oo ka mid ah xeryaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo midna la yiraahdo Kabita midna la yiraahdo Sinai ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iibisay ka bixisay lacag ku dhow 20 milyan lacagtaas oo cadaanka ahna lagu daray mashruuca dhismaha dekedda Garacad maadaama xariyahaasi ay ahaayeen xariyihii ciidanka xoogga dalka aadna ogtihiin wixii la xiriira difaaca iyo amniga inay mas'uul ka tahay dawladda federaalku xariyahaasi waa xariyihii ciidanka xoogga dalka waa hanti guud hadii ay yihiinna waxaa mas'uul ka ah dawladda federaalka dekedda Garacad maadaama lagu daray lacagtaas waxaa la rabaa inay noqoto lacagtaasi lacag dadka Soomaaliyeed ka dhaxeysa in la gado hadda aniga waa wax siyaasad ahaan u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Puntland laakiin lacagtaasi hanti guud oo dawladdu leedahay ayay ka timid waa inay gashaa meel guud oo ay dawladda leedahay oo dadka Soomaaliyeed ka dhaxeysa okay. Okay. Okay.